الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة ونائبه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام يجرون زيارة ميدانية لعدد من المواقع الخارجية التابعة لها للإطلاع على سير الأعمال وتفقد أحوال الملاكات العاملة فيها وتقديم الدعم لهم وتعزيز الثقة لديهم. قام مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة بزيارة المواقع الخارجية، بعض المواقع الخارجية التابعة للعتبة العباسية، وبدأت الزيارة بمصنع خير الجود للمنظفات والمعقمات والأسمدة والمبيدات. اطلعنا على سير الأعمال ومستجدات الأمور ومناقشة بعض الأمور التي تخص الإنتاج والتسويق وغيرها من الأمور المهمة. بعد هذا قام مجلس الإدارة بزيارة مرآة بالكفيل الفني للاطلاع أيضا على سير العمل في هذا الموقع والمستجدات وكيفية يعني دخول هذا الموقع الجديد للعمل. بعد ذلك تم زيارة موقع جديد للعتبة العباسية، وهو إنشاء معمل إنتاج بلوك ومقرنص قيد الإنشاء حاليا. هذا المعمل سيرفد السوق المحلية بمنتج محلي يدعم السوق البناء والإنشاءات في العراق، ينتج بلوك بمواصفات عالية ومقرنص بمواصفات عالية. كذلك شملت الجولة شركة نور الكفيل للمنتجات الغذائية، واطلعنا أيضا على مجريات الأمور في الشركة وعمليات التخزين وغيرها وملاحظة الضوابط المطلوبة في تخزين المواد الغذائية حسب المواصفات.